باسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. امبارح كنا بنتكلم عن الخادم الروحي، قلت لكم ان انا هركز في لقاءاتي معاكم عن الحته الروحيه. امبارح كان الخادم الروحي، النهارده وبكره هنتكلم عن الخدمة الناجحة. عوامل نجاح الخدمة، يعني أعمل إيه عشان تبقى خدمة ناجحة. الحقيقة لو تفتحوا في تليفوناتكم لوقا تسعة فيها جزئين مهمين قوي. الجزء الأول من عدد 1-6 دي إرسالية التلاميذ، السيد المسيح بعت التلاميذ عشان يبدأوا يخدموا. وبعد كده من عدد 10 لحد عدد 17 بيتكلم عن إشباع الجموع. عايزين نبص عليهم من زاوية الخدمة الناجحة النهاردة. لو قرينا بسرعة مع بعض، بدأ من عدد 1-6 يقول: دعا تلاميذه 12 أعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء الأمراض، أرسلهم ليخرجوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان، وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك أخرجوا، وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة، وانفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم. يقول الكتاب: فلما خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. رجعوا للسيد المسيح، فالسيد المسيح خدوا قالوا: تعالوا معايا بقى نقعد في حتة بعيد. بدأ من عدد 10 يقولوا: لما رجع للرسل أخبروا بجميع ما فعلوا، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيد. فالجموع إذ علموا تبعوه، فقبلهم، كلمهم عن ملكوت الله، المحتاجون إلى الشفاء شفاهم. فابتدأ النهار يميل، فتقدم الاثني عشر وقالوا له: اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لأننا ها هنا في موضع خلاء. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 رغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله، لأنهم كانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: اذكؤوهم فرقا 50-50. ففعلوا هكذا وأذكأوا الجميع، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبركها، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع، فأكلوا وشبعوا جميعا، ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 كفة. والمجد لله دائما أبديا أمين. هنا هنركز على حاجتين. الحاجة الأولى إرسالية التلاميذ للخدمة، رب المجد بعتهم للخدمة. والجزء الثاني قصة إشباع الجموع. من جهة إرسالية السيد التلاميذ للخدمة نلاحظ عدة أمور. أول ملاحظة، هم رايحين يعملوا إيه؟
طبيعة خدمتهم إيه؟ رسالتهم إيه؟ هنا اتركزت وفقا للنص بتاع الكتاب المقدس اللي قريناه في حاجتين: الكرازة بالملكوت، نكلمهم عن السماء، نقربهم من السماء، نوصلهم السماء. دي الرسالة الأساسية، رسالة روحية. طب هل ينفع نكلمهم عن ربنا وعندهم احتياجات تانية ونتجاهلها؟ فكان الجزء الثاني ان يسددوا احتياجاتهم الجسدية والنفسية. مش مقول هكلم عن الناس عن ربنا ومش شايفين ربنا لان ربنا مش مهتم بيهم في احتياجاتهم اليومية. عشان كده لما قرينا في انجيل لوقا دلوقتي قال ارسلهم ليكرزوا بالملكوت ويشفوا المرضى. ده في انجيل لوقا. في انجيل متى 10:1 قال لهم اعطاهم سلطان على ارواح نجسه حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. احتياج جسدي، احتياج روحي. طيب انا عايز اوصل للناس دي لربنا، ايه الوسيله، ايه الامكانيات، ايه المغريات؟ هنا نسلط الضوء على الامكانيات الماديه في الخدمه. دايما نعلق ضعف الخدمه على الامكانيات، ودايما عشان نجيب الناس ناكلها ونشربها ونديها هدايا بالالاف. ده اسلوب ضعيف. هنا الامكانيات الماديه في الخدمه عدم، nothing at all، مفيش حاجه خالص. قال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزود ولا خبز ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان. ده في إنجيل لوقا. في إنجيل متى قال لهم لا تقتنوا ذهب ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم، ولا مزود للطريق ولا ثوبين ولا أحذية، أضاف لها بقى حتة الأحذية، ولا عصا. عدم وجود حذاء بديل لمرمرقس هو كان السبب في دخول المسيحية لمصر بالعمل الإلهي المعجزي اللي عمله معاه. طب الناس دول رايحين، حتى هنا في إنجيل معلمنا متى لما بيتكلم على العملة بدرجاتها، لا أعلى مستوى هي الذهب ولا الأقل الفضة ولا أقل القليل في قيمته اللي هو النحاس، مش حاجة خالص. إنما الإمكانيات الروحية هي اللي موجودة. عمل ربنا معاهم هو اللي هيجذب الناس، سكن الروح في داخلهم هو اللي يأثر في الناس. هم من جهاتهم عليهم إن هم يكونوا أمنا في الخدمة ويسيب الباقي على ربنا. هو لما قال لهم أرسلهم يكرزوا بالملكوت، وزي ما احنا قرينا من شوية صغيرين انه بعتهم لكل مكان، النتيجة يقول الكتاب ايه؟ فلما خرجوا كانوا يكتزون في كل قرية، ما سابوش بلد ما راحوهاش. وجوه القرية نفسها يقول مش بس حتة القرية، الكل موضع. يعني خلي بالك، دخل القرية ما سابش بيت، ما سابش شارع، ما سابش مكان، مكان مكان، شخص شخص. دي رسالته، ده دوره، انه يكون امين، انه ينفذ بامانة شديدة المطلوب منه، ويسيب بقى بعد كده مع امانته الامكانيات الالهية هي اللي تشتغل. هبذل كل جهد، هبذل كل وقت، هشغل كل فكري بالخدمة، والإمكانيات اللي هي بعد الأمانة دي هي اللي هتشتغل معايا.
وقال الكتاب عنهم نفذوا اللي انطلب منهم، وأكد كده إنهم يبشرون ويشفون. هم راحوا كرزوا بالمسيح وفي نفس الوقت بالإمكانيات الإلهية اللي ليهم شافوا المرض. إذن رسالتي أوصل الناس السماء عن طريق كلمة ربنا وعن طريق تزيد احتياجاتهم المطلوبة، وسيلتي عمل إلهي مع الاجتهاد البشري حتى لو ما فيش إمكانيات نهائية. طيب هنا لما ندخل في موضوع إشباع الجموع، أسأل سؤال قبل ما أبدأ في الكلام خالص: لو لم يكن السيد المسيح موجودا، لو المسيح مش موجود كان ممكن الناس شبعت؟ بالتأكيد لا، مظبوط. طب لو لم يكن السر الصغير ده اللي معاه الخمس خبزات موجود كان الناس شبعت؟ برضو لا. طب لو ما كانش التلاميذ راحوا للسيد المسيح وكلموه عن الجموع كان الناس شبعت؟ برضو لا. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده اول نقطة في نجاح الخدمة، ان نجاح الخدمة تتوقف على عاملين: العمل الالهي والاجتهاد البشري. انت مع ربنا وربنا معاك، الاثنين لوحدك لا، ربنا من غيرك لا. تاني، لوحدك لا، ربنا من غيرك لا. وإلا كان أصلا رب المجد ما اختارش ال 12 تلميذ، إنما اختارهم بلا إمكانيات عشان يشتغل هو بإمكانياته من خلالك. طيب تعالوا نشوف موضوع العمل الإلهي. يقول: فلما رجع الرسل أخبروا بجميع ما فعلوا، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء. إذن لأجل استمرارية الخدمة ونجاحها لابد أن نختلي بالله، التواجد مع الله، الانفصال عن الكل للاتحاد بالواحد. لا شؤون بيتي هتشغلني، ولا شغلي هيشغلني، ولا خدمتي هتشغلني، ان انا اقعد قاعدة هادية تحت رجلين ربنا اتعلم منه. هما راحوا خدموا، كان لازم في ترمومتر يقيس خدمتهم اللي خدموها، هل خدمة ناجحة ولا مش ناجحة. الترمومتر ده فين؟ قعدتهم مع ربنا. هيكشف لهم، يحطهم قدام نفسهم يكتشفوا الى اي مدى انا استخدمت الاليات المظبوطة في الخدمة بتاعتي. في نفس الوقت هم لما هيقعدوا معاه هياخدوا درس عملي ازاي انا انجح خدمة. عشان كده ربنا كان هو المركز بتاع الخدمة بتاعته. عايز اقولك حبيبي، الله هو مركز خدمتنا وهو سر نجاح خدمتنا. تاني، الله هو مركز خدمتنا، هو المحور بنتكلم عنه وبنتكلم بيه، بالروح القدس بيدينا الكلمة عشان نتكلم عنه، هو محور الخدمة. في نفس الوقت هو سر نجاحها إن وجد. ربنا موجود في نجاح، في ثمر. ربنا مش موجود مهما عملت. قال له: تعبنا الليل كله ها ولم نصطاد شيء، ولكن وكانت النتيجة المراكب اتملت وكانت تغرق من كتر الثور. إذن هنا الدور الإلهي. طب ايه الدور الإلهي؟ الدور الإلهي أولا هو اللي اختارنا للخدمة. بس خلي بالك اختياره لينا بركة. اوعى تتخيل في يوم انا ولا انت ان احنا عن استحقاق، ان احنا نستاهل ان ربنا يختارنا للخدمة.
الكلام ده مش مظبوط. هو اللي اخترنا، يقول السيد المسيح لتلاميذه: لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم. ليه؟ أقمتكم عشان إيه؟ تذهبوا. ليه؟ تأتوا بثمر. اخترتك، بعتك عشان تخدم، عشان في النهاية تجيب ثمر معك. هو اللي اختار. ويقول لنا معلمنا بولس في رومية 8: هؤلاء الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. التلاميذ لم يكن لهم إمكانيات ذاتية، كل ما كان لديهم هو الاستعداد للتلمذة. تاني، التلاميذ لم يكن لهم إمكانيات ذاتية، كل إمكانياتهم كانت روحية واستعداد إن هم يتلمذوا ويتعلموا من السيد المسيح ويدوا فرصة للمسيح يشتغل من خلالهم. يبقى الاختيار كان مبني على ده مش على المعرفة. هو اختارني وهو اللي بيتكلم من خلالنا، ولو لم يتكلم من خلالنا خدمتنا مفيش. لازم نبقى فاهمين أنا هقول كلامي ولا كلام كتب ولا كلام ربنا. الحقيقة من جهة أن ربنا هو اللي يتكلم بيشتغل على ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول بيديني أنا الكلمة أقول إيه وأقولها إزاي، أقول إيه وأقولها إزاي. الشيء الثاني بيديني أن الكلام اللي هقوله ده يأثر فيه أنا أولا، أستفيد منه، فبكلمهم كمختبر، أنا عشت ده، أنا عملت ده، أنا ماشي بده، فبقوله بقوة أكتر. بيديني أقول إيه وإزاي، وبيديني أنا أستفيد من اللي بقوله، وشغل بقى على قلبك وعلى فكرك عشان يجهزه تستوعب اللي بقوله ويحرك مشاعره إنك تعمل باللي بقوله. ده دور ربنا على الثلاث محاور بيشتغل. اداني اقول، اداني اعمل، وادى اللي قدامي انه يستوعب وانه يستفيد وانه يتغير من خلال كرم ربنا اللي انا قلته له. موسى جه، موسى النبي في وقت من الاوقات حس انه غير مستحق وغير قادر وما قدرش يكلم الناس، في خوف، في قلق، في عدم احساس بعدم الاستحقاق، في احساس بعدم القدره، انا ما اقدرش. فقال له، قال لربنا كده: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، ألا أنا تقيل الفم واللسان. طب هيسيبه؟ لا، أنت برضه هتروح. مين قال أن أنا عايز واحد بيعرف يتكلم؟ أنا عايز واحد أعرف أتكلم من خلاله. تاني، أنا مش عايز واحد يعرف يتكلم، انا عايز واحد انا اللي اعرف اتكلم من خلاله. عشان كده قال له ايه: اذهب وانا اكون في فمك واكلمك ما تتكلم به. موافق يا موسى؟ خلاص كده، على كده انا موافق، ولو انه يعني الحكايه وقفت معاه شويه في الاول، وبعدين طلب اخو، يعني اداله اخوه ولا حتى بلعام. بلعام يقول في سفر العدد 22: الكلام الذي يضعه في فمي به أتكلم. ما أكلمش حاجة من عندي، ربنا بيديني إيه أقوله، وما قلتش حاجة من إمكانياتي الذاتية ولا معرفتي الذاتية. عشان كده التلاميذ لأنهم كانوا بلا معرفة، لما جم يوم 50 والروح القدس حل عليهم، يقول الكتاب ابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى. منين؟ كما أعطاهم الروح أن يتكلموا. هل فعلا احنا بنشعر بده؟ أنا قاعد طول الليل بحضر ومعي كتاب واثنين وثلاثة، وطالع بقى مجهز نفسي، الذاكرة اتملت، واللي ما كانش الذاكرة مليانة قوي في نوتس قدام عشان ما انساش. أين الله في هذا الأمر؟ هقول لكم قصة صغيرة قوي. أب كاهن بيقول لي مرة،
كان لسه مرسوم جديد وطلبوه في كنيسة كبيرة، هو كان صغير في كنيسة صغيرة كده يوعظ، هيقابل ناس على مستوى تعليمي عالي وعدد كبير قوي من الناس ما تعودش عليه. فقعد طول الليل يحضر كتب، وهو راح بقى يقابل ناس كتار وناس كبار، حط النوتة وخد القطر وسافر للقاهرة عشان هيوعظ في القاهرة، وكان أول مرة هيروح القاهرة. وصل الكنيسة يدور على النوتة ما لقاش النوتة، هتعمل ايه؟ دخل اترمى على المذبح، قول لي اعمل ايه؟ ويقول ان دي كانت اعظم عظة في حياته وعظها من جهة التأثير على الناس. ومن اللحظة دي الناس تعلقت بهذا الكاهن جدا حتى هذه اللحظة. مش عاوز اقول اسمه ولا مين ولا، وكانت البدايه العظه اللي نسى النوته بتاعتها، وجرب انه ينطرح عند اقدام الرب يطلب معونه، فكانت الكلمه والمعونه وكانت المكانه في نظر الناس حتى هذه اللحظه. عشان كده حبيبي لما لقينا بطرس هيبدا يتكلم، تعالوا شوفوا التاثير. لا يوجد اي تاثير عقلي، موضوع مش موضوع معلومات، تأثير روحي قلبي. نلاقي في أعمال 2:37 يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، التأثير القلبي، التغيير الداخلي العميق. والنتيجة لما قلوبهم اتحركت فقبلوا كلامه بفرح. طب الخطوة العملية اعتمدوا، في كلمة واحدة في عزة واحدة، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. ده لما روح القدس اتكلم على لسان بطرس. الله هو العامل في الخدمة حبيب. عشان كده السيد المسيح يقول لتلاميذه لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. المهم أن روح ربنا هو اللي يتكلم. أنا قرأت لكم بارح في أفسس لما بولس الرسول طلب بإلحاح من أهل أفسس يصلوا عشان الخدمة وعشان ربنا يديله كلمة يتكلم. هي قدامك، أنا مش عايز أكرر الوقت عشان بدأنا متأخرين، إنما بقى يا بولس بتطلب كل دول يصلوا عشان بس وعظة توعظة؟ آه طبعا، لأن العظة دي هي اللي هتغير الناس كلها. ما كانتش جاية من ربنا هتوصل العقول، مش هتغير القلوب. عشان كده من فضلك حبيبي، من فضلك خلي بالك انك انت عليك ان انت تاخد من ربنا وتكلم الناس، تطلب من ربنا انه يتكلم على لسانك بفكره هو وبكلامه هو. لو ما خدتش من ربنا في خطورة عليك أو تأثير سلبي عليك وعلى الناس. تعالوا نشوف إيه التأثير. لو ربنا ما ادكش كلمة أنت مش هتتأثر بيها، مجرد ناقل بصورة بلاستيك، بصورة حديد، بتنقل مية من خزان، تفتح حنفية تنزل مية، البلاستيك هيتنه بلاستيك والحديد هيتنه حديد، والمية اللي نزلت على الأرض ربما ما تفتش حد ولا تنفع حد. إنما إن أنت تطلب من ربنا النعمة يغير فيك الأول قبل ما يغير في الناس. أخشى إن إحنا ما ناخدش من ربنا فما نستفدش، وأخشى إن إحنا ما ناخدش من ربنا فنتيجة المعرفة يبقى في بر ذاتي، إحساس كده بنفسي كم هذا المعلومات. عشان كده الكتاب يقول ايه؟ العلم ينفخ، يديني احساس ان انا مختلف، قادر على الوعظ، عندي كم من المعرفة، تنضر ما تستفدش. ما استفدتش بالكلام بل ربما يضرك. ولو ربنا ما ادكش كلمة ربما الكتب دي تدخل اليك فكر غريب يأثر عليك بالسلب، سواء في إيمانك ولا عقيدتك ولا حياتك الروحية نفسها. يبقى لو ربنا ما ادانيش أنا بنضر، مش بس ما بستفدش،
وعلى المستوى المخدوم لو كانتش الكلمة من ربنا ممكن تدخل هنا ما توصلش للقلب، ما يستفدش، مشاعره ما تتحركش، حياته ما تتغيرش. في فرق بين واحد خدم سنة اتنين بس ربنا هو اللي بيتكلم على لسانه، تلاقي جو مختلف في الفصل بتاعه جدا، والتاني اللي عمال يقرأ ويدرس كتير وده مطلوب انا ما بلغهوش، تلاقي الفصل بتاعه كله مشاكل، مشاكل مع بعضهم الأولاد، مشاكل مع نفسهم، مشاكل مع أهليهم، مشاكل في مدارسهم. طب أنا دوري إيه بعد السنة؟ ما أنت بتقرأ وتتكلم، ما حاولتش تاخد من ربنا وتتكلم. عشان كده حبيبي الخطورة إن أنا أكلم ناس بحكمة بشرية، بإمكانيات بشرية، بمعرفة بشرية دون دور إلهي. يقول لنا معلمنا بولس في كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني 4-5: الكلام وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. أمال بإيه؟ ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. إذن ربنا أولا اختارك للخدمة، دور ربنا ثانيا هو اللي بيتكلم على لسانك، دور ربنا ثالثا بيدي قوة، يدي إمكانيات ما كانتش موجودة فيك. هيقول لكم حاجة يا ولادي، صحيح ممكن أنا وأنا شاب كنت خجول جدا، خجول جدا يعني أتكسف وحالتي حال، وكنت ليا مكان كده في الكنيسة مع في وقت الأب الأسقف أصر أبقى شماس. ليش في القصة دي؟ وأول مرة طلعوني بس أقرأ رسالة كل ألوان الطيف بقت على وشي لمجرد أن أواجه الناس وأقرأ رسالة. تخيلوا المنظر ده، بهذه الشخصية رحت الدير وترسان، قعدت 14 شهر في الدير، اغلبهم كانوا في مغارة. اترسمت قسيس ما استلمتش الذبيحة ولا مرة غير يوم استلام الذبيحة. وفجأة اتخطفت كده عشان تتم الرسالة. طب اللي بيكسف ده هيكلم الناس ازاي ولا هيتعامل مع الناس ازاي؟ عايز اقول لكم، انت في حد فيكم بتاع كيمستري او دخلتوا معامل، بتحط في بوتقه كده ولا في حاجه شويه املاح متعدده وتحطها على النار تطلع حاجه تانية خالص مختلفه تماما. تاثير النار كون لك مركب مختلف تماما على العناصر اللي كانت موجوده. هو ده اللي بيحصل. شخصية ما قبل الدير وما بعد الرسامة مختلفة تماما 100%. هنا عمل ربنا، هنا عمل الروح القدس. هو دور ربنا في الشخص ان بيديله امكانيات مش بتاعته، تاني بيديله امكانيات مش بتاعته. لو هو سلم نفسه لربنا كده هو هيشتغل فيه ويديله امكانيات بلا حدود. ربنا اختارني كإنسان، اداني الكلمة اللي أكلم بيها الناس. أنا ما انساش أول مرة يوم ما رحت اترسمت، في أول مرة بتكلم والدي كان إنسان دقيق كده قاعد، أنا لقيت دموعه في إيه؟ هو شايل الهم، فلقى الشخصية دي مش هي الشخصية اللي خرجت من البيت زمان. هو إيه اللي حصل؟ اللي بقوله ده بقوله اختبار عملي كلنا مرينا بيه بنسب متفاوتة. عمل النعمة بتدي إمكانيات، عمل ربنا بيدي إمكانيات للإنسان فوق إمكانيات. عشان كده رب المجد قال لتلاميذه أقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. مش هتنزلوا لوحدكم قبل ما يحل عليكم روح القدس يعني. ونقول في سفر الأعمال الإصحاح الأول: وفيما هم مجتمعون أوصاهم أن لا يبرحوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب.
لأن ربنا هو مصدر القوة. عشان كده قال لكنكم ستنالون قوة امتى؟ متى حل الروح القدس عليكم؟ وقتها كنت بقول لكم ما تسيبوش أورشليم، لا وقتها هقول لكم تكونوا لي شهودا في أورشليم في كل اليهودية في السامرة وإلى أقصى الأرض. هو ده عمل ربنا. وده اللي شفناه من شوية لما بطرس وعظ، يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، قبلوا كلامه فرح واعتمدوا، وكان الرب بيضم في الكنيسة الذين يخلصون. ربنا هو اللي بيختار، ربنا هو اللي بيتكلم على لسانك، ربنا اللي بيديك قوة، وربنا هو اللي بيخلص الناس من خلالك. أنا مجرد أنا سلمت نفسي لي، هي دي النقطة المهمة جدا. عشان كده حبيبي أرجوك تفهم إن النجاح في الخدمة يتطلب عمل إلهي. شوف إزاي هتاخد من ربنا عشان تدي، وده اللي اتكلمنا عليه امبارح في موضوع الالتصاق بالله عشان تبقى خادم روحي. النقطة التانية اللي اتنقل إليها بسرعة، الخدمة الناجحة هي الخدمة اللي بيشارك فيها الكل بالعطاء ويشارك فيها الكل بالأخذ. أقول ده خادم ناجح أو خدمة ناجحة وأشوفها من بعيد كده، الكل بيشارك والكل بيستفيد، الكل بيدي والكل بياخد. دي احنا نشوفها واضحة قوي في قصة إشباع الجموع. حبايبي الكنيسة، ودي بقولها كتير قوي، الكنيسة قايمة على فكرة الجسد الواحد اللي رأسه المسيح. يقول لنا في رومية 12 4 5 فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، أعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. هي دي طبيعة الجسد بصفة عامة، وينبغي أن تكون طبيعة الخدمة كجسد واحد رأس المسيح. في كورنثوس الأولى 10 يقول فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعا نشارك في الجسد الواحد. في نفس إصحاح 12 عدد 27 يقول أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراد. العضو ده عبارة عن أنت وعضو تاني أنا، كلنا بنمثل هذا الجسد، المسيح رأس هذا الجسد. فكرة الجسد الواحد دي هي اللي بتولد فينا إن كل واحد فينا ياخد وكل واحد فينا بيدي. هتقول عضو بياخد بس أو بيدي بس؟ يعني أنا النهاردة لو مسكت الكوباية دي بإيدي، مسكت المية بإيدي، هل يا ترى إيدي امتصت المية اللي في الكوباية ودخلت على إيدي مباشرة؟ ده عشان إيدي تستفيد من المية اللي مسكتها دي، دورة كبيرة جدا في الجهاز الهضمي والجهاز الدوري تمشي في الدم عشان ما تيجي في الآخر لكل خلية من الخلية دي تاخد نصيبها. أعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. الهواء اللي دخل هنا علشان تستفيد منه مكان الدخول الهواء ده دورة كبيرة جدا في الرئة وفي الدم لحد ما توصل لهنا تاني، أخذ كل خلية كم جزء أكسجين في النهاية. أعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، هي دي الكنيسة. عشان كده يقول لنا في كورنثوس الأولى 11:25 بل تهتم للأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. زي ما اتقالت في رومية أعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر. إن كان عضو واحد يتألم جميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. دي في كورنثوس الأولى 12:26. أحيانا تبص تلاقوا حرارة الجسم
40 39 كل الجسم، كل الجسم حرارته عالية. تدور ايه السبب، تلاقي التهاب في جزء صغير جدا من الجسم ادى الى ان الجسم كله بقى حرارته عالية. مش ده اللي بيحصل؟ كل الجسم تأثر بالعضو الصغير المريض. ولازم نبقى فاهمين كده، ان اي واحد يبعد عن الكنيسة هيضر الكنيسة كلها. عشان كده نبقى كلنا متحمسين لخدمته عشان ما تنضرش الكنيسة كلها. تعالوا عمليا بقى بسرعة كده عشان الوقت، نسلط الضوء على اشباع الجموع ونشوف الكل ادى والكل خد. الاول الكل ادى، الكل اعطى. لما نشوف الجموع ادوا حاجة، ده أخذوا. مين قالك إنه ما ادوش؟ ادوا حاجتين، أعطوا جهدا وأعطوا وقتا. ومش ممكن يدي الجهد والوقت إذا ما كانش عنده مشاعر تجاه المسيح. يبقى الحب هو اللي خلاه يبذل الجهد، هو يقضي وقت. ادوا، كان وراها المشاعر، ادوا الوقت وادوا الجهد. يقول الكتاب هنا من جهة الجهد، فالجموع إذا علموا أنه خد تلاميذه يعني تبعوه. بس تبعوه فين؟ ده في منطقة بعيد، بيت صيدا، فين حتة؟ منطقة خلاء. يعني سابوا زي ما احنا جينا هنا منطقة خلاء، بس انت جايب العربية لحد هنا، يعني تخيل بقى هم راحوا ازاي. يعني كل ده نوع من العطاء، والدليل على كده انه بس بشدوا الجهد ادوا الوقت. التلاميذ يقولوا ايه، او الكتاب قال ايه في الاول؟ فابتدأ النهار يميل، يعني من الصبح لحد بالليل. والتلاميذ لما راحوا رب المجد في انجيل متى قالوا له الموضع خلاء والوقت قد مضى. الناس اتأخرت، حد قال لهم يقعدوا؟ مشاعر الحب، ادوا، اعطوا وقت، اعطوا جهد. طب والتلاميذ ادوا بلا شك، تعالوا نشوف ادوا ايه. وهنا الشطارة انك تشغل الكل معك. وكان السيد المسيح حريص قوي انه يدي الكل فرصة المشاركة. التلاميذ قعدوا ثلاث حاجات، اعطوا مشاعر، اعطوا فكر في حدود امكانياتهم، اعطوا جهد. تعالوا نشوف الاول الفكر. المشاعر في الاول حسوا بالناس، طب نعمل ايه؟ مش عارفين نعمل لهم حاجه، بس انا زعلان علشان، طب انا خايف عليهم، طب الناس جاعت، طب بقينا بالليل، طب وانا مالي؟ ما المسيح موجود. نعم، يعني انت مالك؟ مشاعر الحب تخلينا اتحرك اعمل حاجه. طب ما انا ما في ايديش حاجه. لا، عندك المشاعر، حولها الفكره، حولها الراي، اتكلم مع ربنا عشانهم. مش عارف تعمل حاجه يا اخي، صلي، الجا ربنا من اجل النفس دي اللي ما كنتش عارف تعمل حاجه. وده اللي عمله التلاميذ، ترفقوا بالجموع عشان كده راحوا اتكلموا مع السيد المسيح. مشاعر، طب ومشاعره بس وترمي المسؤولية على غيرك؟ ما تفكر معايا ايه اللي تقدر تعمله. طب قول بس جايز كلامك ده يفيدني، حتى لو ما فادنيش يبقى انت استفدت انك حاولت تفكر وتبدي رأي، ما تبقاش سبي. عشان كده يقول الكتاب ان راحوا بفكرة. ايه فكرتهم؟ اصرف الجموع. يقول وبعدين يجي بقى في انجيل يوحنا يقول قال واحد من تلاميذه وهو اندراوس اخو سمعان بطرس، هنا غلام معه خمسة ارغفة شعير وسمكتان. يعني واحد فكر لقى الوسيلة ان هم يمشوا، ده امكانياتي في التفكير. التاني قال هنا في واحد معاه خمس خبزات وسمكتين، فكرة. كل واحد طرح فكرة.
يبقى إذن أعطوا مشاعر، أعطوا فكر، أعطوا جهد. تعال شوف الجهد فين. ما هو أنا ما بعرفش أوعز إن بقدر أعمل حاجة، أقدر أديهم من وقتي، أقدر أشتغل في التنظيم لو ما عنديش حاجة أعملها، لازم أعمل حاجة. هنا من جهة الوقت هسأل سؤال، هو أندراوس عارف منين إن في طفل معاه خمس خبزات وسمكتين؟ أكيد فتش، أكيد بدأ يقلق على الناس فبدأ يتحرك، قال لا ده هنا في عشب أخضر كتير في المنطقة دي، منطقة مراعي، مخه بيشتغل. ما هي المراعي ده هيبقى فيها رعاة، أنا شايف غنمتين بيض إنجليزي هناك في المنطقة دي، أكيد عندهم راعي موجود. طب الراعي ده هياكل إيه؟ طب ما أروح جايز ألاقي عنده حاجة فايدة. هتحرك، هسأل، هدور. البداية مشاعر، ثم فكر، ثم جهد. والنتيجة الجهد بتاع أندراوس هو اللي جاب النتيجة الأخيرة، إشباع الجموع. جهد ده بقى المايسترو، ده أمين الخدمة، ده الخادم مع أولاده الصغيرين المخدومين. هنا رب المجد قال لهم اتكؤوهم فرق 50-50، وبعدين يقول ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع. بذلوا جهدا في التنظيم، بس عايز أقول لك الأكثر من التنظيم، بذلوا جهدا في إقناع الناس بالنظام. على فكرة اللي بيمسك النظام مسؤوليته الصعبة مش يحط فكرة إن يبقى 50-50، إزاي يلزم الكل وبدون استثناء يعودوا 50-50؟ يعني مرينا في دي حاجات كتير في مراحل ربنا ادانا فيها إن احنا ننظم حاجة، كانت الصعوبة تقنع، وأحيانا الصعوبة تقنع أن يخضع للنظام للمقرب وللكبير وصاحب المكانة. الصغير يخضع والكبير أو ابن الكبير ما يخضعش. أنا بكلمك، أنا فاكر يا أولادي أيام تنظيم الاحتفالات بتاع البابا، خلاص هنا لما يقول الكتاب أتكأوا الجميع، دي حوردها لك تتمشي إزاي. نحط نظام لون تذكرة، ومن لون التذكرة ده أنت من الشارع بتخش في لين كده بسور، ما تعرفش فراشة ماشي كده لحد ما تخش الكاتدرائية من جوه، تلاقي اللين دي موصلات لحد مربع معين مش هتعرف تطلع منه، زي ما بتروح ماتشات كورة تذكرتك هتوديك لكرسي معين. وبعدين وانا واقف كده براقب الدنيا ماشية ازاي، لقيت عاملين حواجز. احنا بعتنا تذاكر لكل كنيسة، ده في اي بي، ده درجة اولى، ده درجة تانية، وكنيسة طازة بمعرفتنا مالناش دخل. فلقيت واحد بيفتح الممرات بيعدي واحدة، عدها من السور ده، بقى عدها من السور ده وعدها من السور ده، وهيدخلها في منطقة الفي اي بي، وعامل نفسي مش واخد بالي لحد ما قربت. قلت لها انت رايحة فين؟ قالت لي هو اللي جايبني. قلت لو سمحتي رجع مكانك حسب لون تذكرتك، وجبت المشرف اللي بيساعدني، الاخ ده ما ينظمش. القصه ايه بقى؟ مين اللي قلت لها رجعي دي؟ اختي بالجسد. هو قال لك ده اخت فلان نعديها الخطوط كلها، مش هيقول لا، بس لو عديت اختي الدنيا خلل في النظام. عشان كده الزام الكل بالخضوع للنظام هو الاصعب. عدم الاستثناء هي دي المشكلة. وأنصح أن لا استثناء لأي إنسان مهما. أنا الصبح يمكن اثنين من أولادنا الصغيرين كده جابوا لي قهوة، قلت لهم بس اسألوا من حقي أدخل القاعة بفنجان القهوة؟ فجم سألوا، قالوا لي آه. سألوا مين؟ العاملين في المكان. قلت لهم لا لا، اللي منظمين مؤتمر بتاعنا هيسمحوا الواحد يدخل بفنجان قهوة وقت المحاضرة؟ اسألهم كده وانا متداري. فجم قالوا لي اه ممكن.
ومع ذلك قلت انا لو بدي محاضره واحد ماسك فنجان قهوه مش هبقى مبسوط. كنت شربت كم بق من فنجان القهوه كده قلت لهم رجعوها تاني. حصل عشان ما يبقاش في استثناء. انا هقدم ذات القدوه للناس. هنا التلاميذ بينصبوا وبذلوا جهد عشان يقنعوا الناس بده ازاي ان هم كلهم يقعدوا 50-50. واعطوا جهدا في توزيع الاكل. خلي بالك ناس جعانه طول اليوم، واحد من التلاميذ اندراوس كده ماسك سبت صغير ورايح بيه للسيد المسيح في 5 خبزات وسمكتين. تخيلوا احنا لو جوعناكم طول اليوم لبالليل وبعدين لقى ابونا معاه قربانتين واقف كده، هيكفوا مين القرب؟ كلكم كده تلفتوا حوالين ابونا. بس خلي بالكم ده كانوا 3000 راجل غير الستات والاطفال. ازاي ان هم يقدروا يقنعوا الناس بالبركه والانتظار والنتيجه ان هم قدروا ينظموا واعطوا الجموع. يقول السيد المسيح اعطى التلاميذ وفي النتيجه ان يقدموا للكل. بذلوا جهد، بذلوا جهد بعد عناء اليوم ده. لسه يعني اولادنا الحلوين بتوع بالليل دول اللي بعد ما خلصنا كل ده مع ابونا يوحنا قاعد يرتبوا للقداس بتاع الصبح. خلي بالك اصعب مهمه هي مهمه اخر النهار. فيري اكزاوستد، تعبانين جدا، بس في قداس الصبح. بعدين جيت ولقيت مش عارف هنا ايه وهنا ايه والكراسي عملوها ايه وحطوا ايه. امتى؟ جهد. هي دي الكنيسه، كل واحد للاخر. الشاطر اللي يخدم اخواته يقدم مشاعر، يقدم فكره، يقدم جهد. يقول الكتاب فلما شبعوا قال التلاميذ اجمعوا الكسر الفاضله لكي لا يضيع شيء، فجمعوا وملوا 12 قفة من الكسر. يوحنا بقى دقيق يقول الكسر دي منين؟ من عيش شعير، يعني ملاش قيمه في نظر الناس يعني. لا لا لا، القليل ده هيبقى كتير بعد شويه. التلاميذ اعطوا مشاعر، اعطوا فكر، اعطوا جهد. والولد الصغير ممكن يدي فوق توقعك. اللي انت مستهين بيه في خدمتك ده عنده فكره، ده عنده حركه ونشاط. لو ما استفدتش بنشاطه ايجابيا هيبوظ لك خدمتك سلبيا، لانه هو فيري انرجيتك ما بيعرفش يقعد. طفل صغير عنده 12 سنة يجيد التكنولوجي، ففي الكنيسة من الكنائس عمل كوارث بالتكنولوجي. مش عايز اقول لكم ايه يعني، عشان انتم متفكرين انه في مصر انتسين يعني، مش عايز اقول. المهم فجم بقى الولد بنعمل في ايه؟ ده عمل كوارث، كوارث يعني كوارث بيعملها شركات كبيرة يعني تضر الناس. ياخد الوش ويركب عليه ايه يعني ويبعت. ثم اول حاجه احترموه، ثاني حاجه استثمروا طاقته ومعرفته دي في عمل ايجابي. النهارده من انشط الاولاد بعد سنتين بيعمل للاباء الكهنه، بطالب كل اب كاهن يديني اونلاين ريبورت بتاعه مش عارف ايه. ففي 2-3 اباء بيجيبوه مخصوص يشغلوه معاهم بالليل على اخر اليوم عشان يبعت الريبورتس للمطرانيه. الواد ابو 12 سنه اللي كان يدمر نفسه يدمر الدنيا كلها. عشان كده حبيبي هنا الصغير ده، الصغير على المستوى الروحي، الصغير على المستوى النفسي، الصغير على المستوى الجسدي، الصغير على المستوى العقلي والفكري، كل واحد يقدر توظفه. أنا لما زرت الأماكن بتاع الداون سيندروم زور في إيطاليا وسويسرا، الولاد بينتجوا حاجات يصعب على الكبار إن هم ينتجوها. يعني أجهزة كهربية كبيرة بيجمعوها جوه المكان تحت إشراف حد. دول بس أنت دربه وخليه يعمل الجزئيات الصغيرة اللي على قده، وده يكمل وده يكمل وده يكمل بالتيم وورك يطلعوا أحسن حاجة. أنت مش هتطلعها ليه؟ لأن أنت عاوز تعملها كلها على بعضها بإيدك. انما هو تخصصه في الحته الصغيره دي، وده بيكمل وده بيكمل، النتيجه المنتج هو ده. انما الصبي ده اعطى، اولا اعطى عكس التوقع. ليه؟
أعطى رغم حاجته. ده طفل صبي زي داود لما كان صبي كده بيرعى الغنم وكايت خمس خبزات، خمس خبزات بتوع الصعيد كده كبار يعني، ما عرفش شفتوهم دول ولا لا، الشمس ده يعني كفوه أسبوع 10 أيام أكل، يعني هيديهم أكل اللي هيعيش عليه في فترة رعي الغنم. يعني إزاي ولد محتاج يدي يعيش منين؟ عكس التوقع، عكس إمكانياته المادية، فقير جدا. وعشان كده يوحنا الحبيب قصد يقول من شعير عشان يوري إنه فقير، وقصد يقول خمس خبزات وسمكتين المقارنة بين كم الخبز وكم السمك، يقول ده إنسان فقير. فعكس إمكانياته إدى، وعكس إحتياجه إدى، وعكس سنه إدى، لأن في السن الصغير دايما الولد يميل لإنه ياخد ما يديش. انت عشان تاخد حاجة من ولد صغير او طفل صغير لازم تديله بديل باليمين عشان تاخد بالشمال اللي في ايده، مستحيل. انما بقول لك النعمة تشتغل، والنتيجة ان الولد ادى كل ما لديه رغم تعارض مع السن مع الطبيعة مع الاحتياج. الكل اعطى خلاص والكل اخذ. لما اقول الجموع اخذوا فوق ما كانوا يتوقعوا، على مستوى الجسد اخذوا حاجتين، هما شفاء الجسد للمرضى والشبع في الاخر بعد طول اليوم. يقول كده عن اجسادهم المحتاجون للشفاء شفاهم، وعن الاكل يقول فاكلوا وشبعوا جميعا وفضل عنهم 12 كفة مملوءة. برضو اخدوا على المستوى النفسي، وعلى فكرة دي نقطة مهمة قوي. اول حاجة اداها رب المجد للجموع كانت ايه؟ الاكثر اهمية من انه يبدأ بالروحيات، بدأ بالحتة النفسية. زي ابونا يقف كده وطفل جاي له فاتح له الواد يترمى في حضنه، دي البداية، وده اللي عمل رب المجد. الاطفال الصغار اللي كان منعنهم يخشوا له كانوا عايزين ايه؟ يلمسهم بس، لبس. طب هم متوترين دلوقتي بعد ما التلاميذ منعوهم، لو جه مد ايده عليهم يبعدوه. علاج النفسيه المتدمره دي الاول، علاج النفسيه التعبانه دي الاول، عالج اهم احتياج في اللحظه دي البعد النفسي. وهنا اللي قاله رب المجد عن الجموع يقول لك فقبلهم، هو خارج من اجل التلاميذ، مش متوقعين يقبلوا انه خارج مع التلاميذ. قولكم اهلا وسهلا شرفتونا. البعد النفسي نصيحتي يا اولادي كخدام بصفه عامه في كل معاملاتنا، ابداوا باللي يدخلكم قلب الناس عشان تقدروا تخشوا عقل الناس. تاني، ابداوا باللي يدخلكم قلب الناس عشان تقدروا تدخلوا عقل الناس. الطريق الاسرع والاسهل للاقناع هي كلمات المشاعر والحب السابقة للمنطق والفكر والمعرفة. أبدأ بمشاعر أكمل بفكر. إذا كنت أنت عايز هو اشتغل على الناس يقابلهم وإداهم احتياجاتهم الجسدية، وكان النتيجة بقى سهل إنه يكلمهم عن الملكوت فأعطاهم غذاء الروح. التلاميذ أخذوا تلمذة اتعلموا ازاي تكون الخدمة في النظام و و و و. التلاميذ اخذوا بركة المشاركة. هو تفتكر يعني اسعد واحد هو اللي بيسعد الناس؟ عايز تشعر انك سعيد قوي اسعد واحد، تلاقي خارج انت فرحان ان انت زرعت ابتسامة بعد حزن في ملامح اللي قدامك، سعادة ليك ما بعدها سعادة. أخذوا خبرة في التدبير والإدارة الأزمة إزاي يدروها من خلال السيد المسيح. الصبي أخذ بركة العطاء. الصبي بالتأكيد أخذ فيض من الطعام. عندك 12 قفة بأخذ منها اللي أنت عايزه. يعني هو قدم خمس خبزات والسمكتين وما فكرش في النتيجة إيه؟ النتيجة خد اللي أنت عايزه. إذن يا حبايبي الخدمة الناجحة هي اللي فيها الكل بيدي والكل بياخد. شطارتك انك تعود الناس كلها انها تدي، وشطارتك انك انت تبقى قادر على انك تؤثر في اللي حواليك
وتديهم فرصة المشاركة كل حسب احتياجه، وشطارتك ان انت تسدد احتياجات كل اللي حواليك كل حسب احتياجه. بدأنا متأخر، مش هقدر اطول عن كده، مضطر اقف. وان شاء الله الموضوع ده انا قلت اولا وثانيا وهي فيها عشرة، فمن ثالثا لعاشرا وهتبقى بسرعة اذا اتقابلنا بكرة ان شاء الله. احنا ركزنا النهاردة بس على ان نجاح الخدمة يتوقف على مشاركة العمل الالهي مع العمل البشري، والنقطة الثانية ان الخدمة الناجحة هي اللي بيشارك فيها الكل بالعطاء ويشارك فيها الكل بالأخذ. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها دائما أبديا. آمين.